يعتبر سرطان عنق الرحم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ينصح أن تخضع النساء المتزوجات لفحص عنق الرحم كل 3 سنوات بدءاً من عمر 25 إلى 49 وكل 5 سنوات حتى عمر 65. يتم إجراء الفحص من قبل أطباء الأسرة أو النساء والولادة للكشف عن أي تغيرات في عنق الرحم والتي من الممكن أن تتطور إلى سرطان لاحقاً. وإذا تم اكتشاف التغيرات مبكراً سيكون من الممكن علاجها قبل تحولها لأورام سرطانية. هل تعلمين أن أغلب حالات سرطان عنق الرحم سببها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV؟ وهي عدوى فيروسية شائعة يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم، لكن لحسن الحظ يمكن للإناث من عمر 29 إلى 26 سنة أخذ لقاح قبل الزواج لمنع الإصابة بهذه العدوى. لتحافظي على صحتك اخضعي للفحص بانتظام، وتفضلي بزيارة أقرب عيادة تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.